رميش. واش هرب؟ مشيت شي سمعت بصح؟ متأكد؟ صافي حيد تا تا حيد 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 حيد. على زهر كي داير؟ ودرو؟ شاش؟ قعد مني تايتك. اش كاين تما؟ لا موالو معصبة خالي مخربة. قول لي شنو كاين تما؟ واقف لونات صحاب الباكر. مالو؟ قال لك غندوزو في شهر سبعة. شهر سبعة و السانكيام و الكاتريام منجحينهم هما وحنا غندوزو ماشي فرزيات هادو. ودوز مع شحال كاتريام ماك زربان دوز مع سانكيام. خالي اسكت الله يرحم لك الوالدي. اسكت اسكت صافي عابع عني. ايوا دابا تا الفرزيات دابا هادشي و الفرزيات مرنون هادو راه فرزيات اخي. يا ما يكونوا الاخرين دوروا معاهم راهم شي 500 درهم من الوزارة ولا شي. يا خالكم كاع ما كنتي كبار مني يا خالي. صداعكم واش الدرب؟ وشوف هاد مالكم هاد؟ واه ولدك عندهم مشكل. اوه ولا اش كاين؟ دابا هو عندهم الباك. دابا صحاب كاتريوم سايكيام دوزو دابا بقى فيه الحال بالك علاش ما تفوتش ليه دابا جا المدير دفع لهم شي وريقات سافرو قال لك الشايب غيعطلو. اش كتقول؟ وولدك عندو الباب دابا المشكلة سايكيام كاتريوم دوزو سبقوهم دابا فهمتي دابا نجحوهم دابا جمعو لهم شي وريقات دابا دفعوهم ليهم عاد غيجيو الوزارة يجيبو شي وريقات طلعو شي تعيين نجرو وغتلقى دابا ولدك قلق على والو. ما فهمت والو. واكي سمعتي؟ الرميشي اللي هادشي اللي كيقول كاين وسع وا رمي بس حشومة عين حشومة كاع اش هادشي اش هالظلم نحن معاه نحن معاك ما تخاف حنا معاك في الشراء والضراء يا ادم جير جير انا معاك في في اي دوها قلت لك فاش فاش معايا فاش هذا اللي قال لا لا اش قال فهمتي شي حاجه؟ ما ومالك مع التبه غادي معاك كنفاقصني غادي تزيد تكملتي عليا واش كاين راه ماشي هذا واش معني انت بقى تابع هذا اش والباك قال لك غندوزو في الشهر سبعة والسانكيام والكاتريام منجحينو والواعره هي غندوزو في التيران الى طيب يعني هاد راه كي شو الفرسيات شو وغيدوزو لهم الباك في التيران واش اودي عرفت عرفت حقلو ما يتقلق شكيهم وقول لي شكون اللي مدخل انتوما ولا هما هاي العمي تولي النقاش كاين امان هذا بالو تقلق والله ما عرف لك عندك وداش حشوليبا مالك دماغك مخنوق مالك نشوف هاد الحالة والله إلا المرمى فهمك تطري شي شوية هلا أول واحد يدوز امتحان إيه بحي ما هما أنا ما دوزت امتحان إيش قلت أنت؟ سكت كيف يسكت؟ شنو دوز؟ دوز أنت أنا امتحان أنا مدوز على المرارة أش مدوز؟ دوز شي باقتا باك إيوا سكتنا الباك سمعني هاد العرش اللي فوقتي كما كان الباك أنت سكتنا خلينا نكملوا مع الدري كانت الشهادة دا سكتنا وصحاب واحد نجح بالشهادة دابا كي اللي راه وزير دابا بالشهادة واش ما غاتسكتش سكت رميش شوف اوليد قبل الامتحان عليك بالزبيب العام اللي فات كاينه برميل نجحنا شنو قلتي؟ قلت لك اينشتاين طلع بالشريحة وش ريحة هي ندير الولد الرقمي لي وندير لك معاه التومة هادي مزيانة شوف الموسيقى هنا انت على الصباح حريق ضرب صندوق ديال الكرموز سير فهمتي علاش باش تا جملة ما تزهق لك اه صندوق باش تا جملة ما تزهق ليا وانت باغي تزهق ليا الروح مزيانة مزيانة مجربة مجربة ما تقولش قربك ليا هادشي شوف الرميش قبل ما تدخل الامتحان تكون سونترا اين فوت تدخل في الطاولة تنفس اكسجين اكسجين خاصو يدخل فهمتي رخي الشنطه ديال السروال رخي السيور ديال السبرديله
وربي غيسهل لك وتنفش تنفش تنفش مزيان وان شاء الله يكون الخير. ماشي قلت لي فاش كتقرا الباك وا صافا بلا ما ترخي الشمطة السروال يطيح بوحدو انت انا وشي كان واحد وشي على حتى متولي ابعد من جهته غيمشي يبيدك اصاحبي تقسم مشي مكلخ شنو متولي يقعدوا يلعبوا في التيران هما وغيدوزوا امتحان في التيران اش يلعبوا اش قربوا اش متولي انا راه خربقت والله اشيدي لا مسمك والدري مسكين مزير ومأزم شطريتي وجديتي انت راه امتحان غيدوزوا في التيران هما يلعبوا كورة باشار شكون راه حداكم في التيران مورينيو ولا غوارديولا ها عموتا ها الله يحطوني مفاخر ظريف مشي انت واجد واجد يا سلام اذن السؤال الاول من الذي قتل ابن بطوطه هو الذي قتل ابن تاجفي عند 1900 هافت فهودة دونتلا باقي ما سولتش من الذي قتل ابن بطوطة هو الذي قتل ابن ورمز باقي ما سولتش وين ندير المعجزة هنا معجزة معجزة راه هي اللي جاوبتيني من نسول قعدت في الزربة من الذي قتل ابن عندما اتجاب شب جمال وين كان حفظ حفظ شكون قال لي داوي ابن بطوطه شكون واش ما تويتيش على ابن بطوطه من الذي قتل ابنك كينيدي هو كينيدي وانا شحال ملي غتقتل ابن بطوطه والسرعه تقتل صافي صافي ركز أي الذي قتل ابن بطوطة هو الذي قتل شافي سقطتي للي براحة سقطتي في لونغ اللي ما تقدرش معي نعم سقطتي ما تجيش عليها المعامل ديالو ناقص رجعت مات مستعد مستعد تعال حل المسألة التالية أكل معاد شكون معاد معاد ودرقية واش تقول قلت لك معاد كيكونغ شنو هي كيكون ايه كيكون فرنسي اكل شويه انا راحت بالليل ايه كيكون اكل معاد خمس تفاحات بالعلم ان في القريه 10 تفاحات كم من تفاحه في القريه صعيب معاد الاخر مشى وكانوا 10 شحال بقى بقاو خمسه هيا 105 شحال بالكيلو وكان ندير لي انا فكر مزيان حتى وانا كتقول لي مبوش على ربع نص كيلو خطا وريا هذيك خمسة الحبات راه نص كيلو غدا اي ولا كان شوف واحد هولندا هذيك كبير قول لي وحدة فيها كيلو ونص ايه ها ولا كان ديال ميدس ديالنا هنا رقيو رقيو صحيور هذاك يلاه رابعة ولا اما لا حضرت ماندارين بلا ما تجاوب ليش هذاك راه بياش كاين شي ماندارين شهر سبعه مالي لا خالك اللي هو الديشي لا انا خاطي في الديشي شنو الديشي وهادشي واعي اما لا حضر لانكور الباك ديالي برافو عليك فهمتي شويه لا استفدت منكم تبارك الله مزيان زعتو جيب الكريجيل وداك سميتو الالمنيو المقاطع ليش باش نرجعو معاك الفيزيك وين هي ليش المقاطع الالمنيوم واش تعرف هي كيف يذوب الانسان واش تاع حرارتي تاع حرارية اها يعني انتو ما بغيتونيش ندوز امتحان التيران بغيتو ندوزو في الشهادة استافدو هادكم اخوك والله جا عطوط هاد الجيل ما باغي يقرا وقال لي فهم في التفاحة فهم التفاحة التفاحة هاك مسكينة ايوا جولوج ندفع لهم ياكل الفاك ليبر
زعما يقبلونا زعما يقبلونا راني ديوري انا راه كنت كنقرا حاجتي قد كنقرا كنقرا كنت كنتسرب عند مركز اتلانتيك تعلم الحرفه اللي تواتيك التكوينات كتكون من الصفر ومفتوحه لجميع اعمار المستويات جميع الحصص كتكون تطبيقيه 100% الورشات كما كتشوفوا مجهزه معدات من اعلى طراز موجودين في كاع المدن المغربيه للتسجيل او مزيد معلومات دخلوا الموقع ديالنا atlantique.ma او الصفحات ديالنا في مواقع التواصل الاجتماعي حسب المدن وعند مركز اتلانتيك الحرفه بين يديك اهلا الرميش ها دخلتوا دخل ايوا حطوا لهم الوراق حطوا اجوا الشيخ جوا الشيخ حطوا السؤال الاول واش درت اين وقعت معاهده نينشاونا معاهده نينشاونا دخل هذا قيد دخلت شنو ما تبقى برا تدخل السيد اللي لا لا غير شيلا دخلت الى معهدها الحمد لله يلا لا يوفق لك تاك هاي العذاب الأليم لطيف هذا جيت نمع تخشخنا؟ مال ولا تخشيخ كامل كان يدي مع هاي الوراق ونقول على خاطره وش تمك ولا مالك؟ شنو؟ راه مانعين عليهم تقل يا ربي يسر لي امين حطيتي لي كلشي بعد داكشي نادي لا حطيت لي كلشي كامل هانت نجي الاسئله الاخرين اللي عطيتيني هما هنايا كامل جاتولت حطيتي لي منادي الاسئله الاخرين هما كامل قدامك وي واش جاتولت شنو هادي راه شهاده السكنه لا شهادة السكنة ما كانش في جغرافيا وي مع من انا بحاول هديجة شو ما تبي برول ليش ها؟ هو جاو صافيت ميساج انشو شو اش قال؟ با خالي الله يعطيكم الصحة انت اقعدك شي اللي قلتو لي خرج وادك تبارك الحمد لله واش راهو عليا با وطردوني وقالوا لي ما عمرك تبقى تدور جهة المدارس وامتى ديك الدار مكنتش ندور فيها تقسى جماعة الباك ما فيش الروتور يمكن بلاتي ما تخرج كانت تزيد المطالعه كنت مع عشاق الكتب ما قدرتيش تخرج المكتبه حيت كاين الحجر الصحي مالك تدخل هذا الموضوع بغيتي شي كتاب تقراه بغيتي ادوات مدرسيه اولا لوازم مكتبيه المكتبه بوايما اول مكتبه اونلاين اللي كتوفر لكم اكثر من 2 مليون مرجع يمكن لك تدخل ليها من الحاسوب ديالك ولا التليفون اولا الطابلت تقدر تختار وتشري الكتب والمنتوجات اللي بغيتي بكل سهوله قائمه المنتجات كبيره كتناسب كل الاعمار والاهتمامات كتب عربيه فرنسيه وانجليزيه بالاضافه الى لوازم مكتبيه هدايا وزيد
المكتبة بوايما والناس ديالها كتوفر على خبرة ديال أكثر من 30 سنة في الميدان. إيوا يلا زور المكتبة بوايما وقلب على الكتاب ديالك، وكاع إلا ما لقيتيش علاش كتقلب غير سول سيرفيس كليون ديالنا في الشات ولا الواتساب. وما تنساوش رجعوا مرة مرة باش تشوفوا الجديد اللي كيكون كل أسبوع. مكتبة بوايما، أكبر مكتبة على الإنترنت في المغرب.